علاجك ابو سند. الله وجهك، علاجك ابو سند والله اني ابو سند علاجك، علاجك علاجات الضغط والسكر. اوف والله اني امس ما اخذت علاجي، علاجي عندي مسكنات وعندي فيتامين باء، باء 12 الركبه والله يطول العمر اني ما رحت. طيب انا صوتي كذا، انا صوتي كذا. اخذ دواء طيب، اخذ دواء السكر، دواء الركبه، عندك سكر؟ لا، وفيتامين ب 12. طيب حبيبي صايم صدع هذا السكر. يا ربي لك يا ابو سعد. عاد ما لقيت لك في واحد فينا. صغير سندل يغرد طوله، صغير صغير وجميل وانيق مثل الخيل لطبة الميدان. ما شاء الله عليه ابو سند. لا بعدين مصبغ الله يجزاه خير، ما اخذ صبغه الا عطها يخفي العيوب. اقول راح الحلاق ايه الشيب يركض وهو يحشره. والله غش، هذا غش. اي فاهم وراك فضحتنا يا شمراني. ها؟ وراك فضحتنا والله اني صادق. إن ما في اجمل منك والله. ما مثل مثل النون من عنده. صحيح صادق. احنا احيانا ننسى بعض الجوانب بين الاذان والاقامه عباده. ففي المسجد طبعا منهي الانسان يتحدث بحديث الدنيا في المسجد، لكن ايضا يبقى هنا انها عباده، وقت وقت فاضل. صح. فبين الاذان والاقامه يفترض ان نقضيه بشيء مفيد يا اخي. والله الشباب احيانا يفلونها سوالف لين نقيم. لا يعني طبعا سؤال المدارسه. ايوه طيب، بس تذكير بسؤال المدارسه اللي يلقيناه اليوم العصر، وجائزته عباره عن ايش؟ اشتراك ولا ايش؟ ايش قال ناصر؟ لا كوبون، كوبون ب 300 ريال. كوبون 300 ريال، كوبون عطور. عطور فخم جدا. اي نعم. ترى يا سامي سامي السؤال اللي هو ابو عمر يوم نعم. تقول اين ذكرت آية واذا مرت الله واشمل. نعم الان طرحت موضوع مهم انت الان وهو في مكانه، واشكرك على هذا الملحظ يؤخذ بعين الاعتبار. اللي هو اللي ذكرته قبل شوي، لكن انا اقول نحتاج يوم اقول جيبونا شاهي نبي نحرك عقولنا حتى نزيد بعض، نزيد ايماننا. الشيخ السعد الله شو اسمه يغفر له ويرحمه، قرات عنه انه كان يقوم الليل ويحط دله صغيره جنبه يشرب منها وتقوي على العباده عشان تصير منبه له. هو يقوم الليل ويشرب قهوه. طيب اللي تسدح وتمردح وش يسوي؟ يسوي الشيخ سعدي كان يقوم الليل ودروس وعبرات. انت تكلم عن نفسك. هي اسمع، انا اكل ذا عشان استزيد الفقره اللي بقدمها بعد شوي. الانسحاب تكتيكي. كيف؟ كلم على ثغر الشيخ سعدي، على ثغر محمد شمراني، على ثغر ابو سند. ابو سند العسل ما ينقط الا عسل. الله تقول يا ابو تذكرني بالمؤمن كما ذكر جاء في الحديث ان المؤمن كالنحله، فانت كالنحله لا ياخذ منك الا العسل. اللي بيكمل اللي بيكمل عشاء يا شباب. تقول خلى صبغه. ها؟ يا رب لطفك. ايش دخلك؟ ايوه كيف الشباب؟ ليش ترى على فكره ترى ايه اقول لك شيء لا تزعل. ما له امان انت والله، ما له امان. لا بقول والله ترى ايه ترى ايه الفرن سويته من جنب القده، لكن الشباب يبغى نرجع الفقره. الصدق هذا هو، تبغى تزعل دق براسك في الكبس اللي هناك. ولاحظ ام الصحن. ها والصحن مليان. هيا روح كله كل ذا الفول. يا هلا. اقول لك جميل انك يوافق الدعاء. الله يرضى عليك. اسم من اسماء الله الذي يوافق الدعاء. طبعا. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كردستان يا غفور يا رحيم. هنا المجال ليس مجال مغفره ورحمه. يا قوي يا متين. هذا يوافق هذا الدعاء. اي نعم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات يا غفور يا رحيم. تجي يا رحيم ويا رحمن. لكن في مواطن يعني من الجميل ان تختار اسم من اسماء الله الذي يوافق هذه الدعوه. احسنت يا هاني. اضافه على هذا احد الاعراب من اهل الباديه
صلى خلف إمام يقرأ في المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فالأعرابي قال لا ليس هنا وما لا يحفظ الآية لكن عرف نعم لكن عرف من السياق أنها خطأ. كيف تقطع يده وتقول غفور رحيم؟ أي نعم وهي ختم الآية عزيز عزيز حلو يا حلو بليلة بالبلوكي عندك الأهلي عندك تطبيق الأهلي يعني كيف يا جبار والزحني طيب عندك 500 لمعنى اسم الله الجبار وجدت من معانيه أن الله يجبر القلب المنكسر يعني يا من تجبر القلب الكسير أرزق عبدك الضعيف فهنا سياق مناسب زي ما قال هاني اللهم عليك باليهود يا أرحم الراحم لا اللهم عليك باليهود يا قوي يا عزيز زي كذا يا جبار ارزقني يا كريم ارزقني يا نعم. يا جبار لانه يجبر القلب الكسير يعني كثير من الناس يقول ينصرف اسم الجبار عندهم الى القوي الشديد ابراهيم روح هناك للجبن يا كيف توقع تلقى عشان كذا تلقى بريق كذا عيدها ما سمعت ابو كثير من الناس ينصرف اسم الجبار عندهم الى القوه والشده وهذا من معانيه لكنه يتغافلون عن ان من الجبار الجبر انه يجبر المنكسر والحزين والمهموم صدقت هي في فائده ذكرها بعض اهل العلم انه ما تجد في اسماء الله عز وجل ابدا اسم يدل على العذاب يعني تجد الاسماء تدل بين القوه والجبروت والحكمه والرحمه والفضل لكن تجدها في الصفات شديد العقاب شديد العذاب لكن لأن الاسم يدل على الاستقرار والثبوت مثل في قول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم لأن فترة النبي صلى الله عليه وسلم فترة يعيشها ثم يفضي إلى ربه فجاءت بالفعل وما كان الله ليعذبهم أي في الفترة التي أنت فيها فالأمان في الأرض كان بوجود النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن ينزل على الأمة عذاب عام والنبي صلى الله عليه وسلم حي ثم قال الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي ما داموا يستغفرون طول الحياة حتى بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لن يعذبهم بعذاب عام فالأولى جاءت بالفعل لأن الفعل ينقضي مثل ما تقول فلان يأكل هو ما يأكل طول حياته كيف حالك حبيب فالفعل يدل على التغير لكن الاسم يدل على الملازمة فالله جبار رحيم غفور ودود لأن هذه الأفعال ملازمة لله عز وجل ولا ملزمة له كتب على نفسه الرحمة ولا ملزمة له هذا ذكرها الشيخ عبد الله بن القاسم الشهري الله يقول في كتب ربكم على نفسه الرحمة لا تجد أن في كتاب الله كله أن الله كتب على نفسه ليعذبنكم وهذا من رحمته ولا ملزمة له جل جلاله سبحانه في حساب اسمه منصت 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 كثير من الناس يعني يركب السيارة ولا يدري شو يسمع أو بعض الأحيان يسمع في اليوتيوب أشياء يعني متفاوتة صح فأصحاب حساب منصت أعطوك تسمع مادة مواد صوتية باليوتيوب لكنها منهجية متسلسلة منها درس في الأسماء الله الحسنى لمن؟ جميل جدا نسيت والله لمن لكنه سلسلة طويلة في أسماء الله الحسنى تسمعها وأنت في السيارة في اليوتيوب وبعده انتقلوا إلى أشياء ثانية في التاريخ في العقيدة لكن برنامج ها مجاني تطبيق اي مجاني مو بتطبيق في اليوتيوب في اليوتيوب في تويتر ايوه هو يحط روابط يوتيوب اه جدول منصت لهذا الشهر حلو سماع المواد التاليه حتى تمشي معه في سلسله تمشي معه على حسابه اي تدخل حسابه عندهم حساب في تليجرام وحساب في تويتر وحساب بعد في الظاهره والله صراحه في اليوتيوب اكيد حساب اي احسنت الان صارت المواد بودكاست صراحه نقله جيده نعم وفي رمضان وغير رمضان من اراد ان يسمع تغير ماده تغير هذه الايام سلسله اعمال القلوب للدكتور خالد السبت في التوكل في الاستعانه في التفويض في اليقين ستغير في الانسان الاشياء الكثيره اعمال القلوب اقترح ان الماده هذه للمعني اللي هم نحن تعد قبل بمعنى تاخذ مواد سمعيه وتعدها شيء مناسب للاطفال زين فاذا ركبوا في السياره تعرف معك العيال بالمقص تشغل الجاهز على طول ما يحتاج تبحث و او للنساء احيانا تصادف مناسبه معينه وقت معين فات هذا الاعداد يريحك جدا سفره معينه احيانا تسافر نقدر نناظر بعض كم باقي كم كيلو جت اللوحه الزرقاء كم باقي كم باقي طب نعد ماده حلوه ونشوف وفي ناس كملوا سلاسل وكتب في الكتب في الطياره
وسلاسل في السماع في السيارة بسبب المشاوير اللي مشاوير الرياض أحيانا ساعة الدوام. تروح وساعة تجي. كم سينقضي من العمر لا تسمع ساعة كل يوم معناها 30 ساعة في الشهر، أنت تصير متخصص في هذا المجال. بالفعل أنا سمعت عفوا قرأت لي تغريدات لشخص كان يقول تجربتي مع السيارة. أيوة تجربتي في السيارة، يتكلم أنه كان في الرياض هو جاء زي ما تقول زي الانتداب أو فترة جلس فيها تقريبا حوالي سنتين في الرياض، وكان مكان عمله بعيد عن المكان اللي يسكن فيه لأنه كان يسكن عند أخته، فما قدر أنه يسكن بجانب عمله، فيقول ساعة ونص إلى ساعتين بعض الأحيان وأنا أروح الدوام ونفس الكلام في الرجعة. سبحان الله. وأيضا بعض المشاوير، فيقول ما أدري كم جمعها عدد كبير وهائل من الساعات لا يحصى عليه. ما أيوة في البداية كان متضايق، لكن لما بدأ جدول يقول يعني استمع إلى كم كتاب يعني حصرها قرابة 12 كتاب. سبحان الله. وحضر ما يقارب 20 دورة، و يعني ما شاء الله تبارك الله احصائيا ما تتصور انه هذه في الساعه ونص ورايح الساعه صبر. ونص وجاي. نجربها لما يكون عندك شيء مهم في الجوال، تتمنى انه الاشاره الحمراء تطول. فلا شوف لما تكون مشغل نفسك تصير حتى الطريق اللي كان ساعه ممله تصير يا ريت ما توصل حتى تكمل سماع الماده اللي تريدها. هذاك اللي توفى الله يجعله في الجنه في حايل. معليش ابو سند بقعه كم تبعد عن حايل يا ابو سليم؟ 90 كيلو. 90 هذا كان كل أربعة أول يوم الإجازة تبدأ الأربعة يروح يزور جدته كل أربعة. سبحان الله. يرجع الجمعة يقعد عندها كل أربعة. توفى طبعا والله رحمه، بس كانوا يقولون له بالمسافة يا أخي بعيدة وأسبوعيا تروح وتجي وقال أنا راجع القرآن. يا سلام. فأنا نفذ هدفين، هدف صلة رحم الجدة الله يجعلها بالجنة أيضا توفت، والهدف الثاني الحفظ القرآن. سبحان الله. حفظته يقول بهذا الشكل بس. يا الله. هذا اللي يسجل هدفين. ابن الجوزي يقول حتى ما يضيع عليه الوقت، كان إذا حضروا الناس يزورونه هذه فرصة لبري الأقلام، يقول حتى لا يكون وقت للزيارة ثم وقت ثاني لترتيب الفيرو علي العمر، فهو في اللحظة اللي يحكي معاهم يكون يرتب أوراقه يعني. أو كمان يخليهم يساعدوه يشغلهم شوي. أحياناً في بعض الأماكن أوقات الانتظار تأخذ مننا وقت طويل. صحيح. وإحنا ننتظر في المستشفى في الله يعافينا. واحد نفس الشيء له تجربة في القراءة، يقول أي موعد أذهب له يقول كتابي معي دائما في السيارة، عندي موعد أنتظر وأنا أنتظر نص ساعة ساعة، يقول أخلص جزء كبير من الكتاب وأنهيت كثير من الكتب بهذه الطريقة. وفي تطبيق بعد اسمعني كتاب الصوتي. جميل. أي كتاب تدخل عليه صوتي تسمعه سماعاً. زي الحين شخصية قوية لياسر الحزيمي الأستاذنا صار مادة صوتية، ومن يعني من أنفس ما كتب يعني في هذا الباب هذه الأيام، فجيد لأن أنت رايح الآن حتى في مشاويرنا إحنا للموسم تروح وأنت جاي تسمع تنوع بينه وبين أعمال القلوب للشيخ خالد السبت. بعض الأحيان فيهم شيخ مصري طالب علم اسمه أيمن عبد الرحيم. بعض الأحيان تودك تسمع أشخاص ما قد سمعتهم عشان تركز أكثر. صح. بعض تسمع دائما مثلا الشيخ العريفي خلاص تصير عندك تعرف وش عنده. فالشيخ أيمن عبد الرحيم ممتاز جدا وشباب طالب علم مهندس أصلا تخصصه لكنه شرعي طبعا اهتمامات شرعية، عنده سلسلة في التاريخ ممتازة جدا. الله. جدا أنصح أي واحد يدخل اليوتيوب ويسمع أيمن عبد الرحيم سلسلة التاريخ، تكلم عن بداية التاريخ الإسلامي والنبي صلى الله عليه وسلم، حياة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، جميلة جدا. وكذلك الكويتي الدكتور أحمد بن يوسف الدعيج من أروع ما يكون، حتى اللي كان يقرأ مقدمة الشريط أنا كنت أسمعه في السيديهات، يقول واعلم أخي المستمع أن ما ستسمعه من الدكتور أحمد بن يوسف الدعيج كل هذا من حفظه وذاكرته. تبارك الله. يعني عجب ربطه. أنا سمعت الأسماء والتواريخ والأنساب أي الحروب الصليبية شيء نسابة هذول اللي أيضا تاريخ موثق. تاريخ موثق. اي نعم. ليس فيها اقوال يعني تقدر تقول انه ترى تجد له مقاطع مرئيه الشيخ فيه سمت جميل ما شاء الله. المحاضرين اللي يتكلمون يقال انه الشيخ الامين الشنقيطي عليه رحمه الله، طبعا انا احكيها لي والدي الله يغفر له ويرحمه. امين. يقول كنا الشيخ الامين لما كان يجلس في مجلسه في المسجد النبوي يفسر القران، تعرفوا تفسير منهجه في منهج اضواء البيان هو تفسير القران بالقران. نعم. يبدأ يعني يذكر الآية ثم يذكر ما ورد في شواهدها في كتاب الله عز وجل، ثم يبدأ يفسرها في اللغة والقراءات، ثم يبدأ يفسر معانيها واستحضار عجيب للآيات والأدلة حتى شواهد اللغة.
في مرة جلس يمكن 10 دقائق يستشهد بشواهد في اللغة العربية وشواهد بلاغية على كلمة واحدة. سبحان الله. ففي مرة يقول الوالد كنا جالسين يقول أنا ومعي ثلاثة من المشايخ من الشناقطة وكان معهم الشيخ بكر أبو زيد. الله. كانوا في المجلس في 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 بيت الشيخ في الصباح. اجتمع الجمال الضحة. كله. فهؤلاء كانوا يكتبون معه كانوا يكتبون مع الشيخ أضواء البيان لأنه كان الأضواء البيان ما كتب كانت دروس في الحرم. فكانوا يسمعون منه فسألوه عن طريقة تفسيره فقال أنا بقوم أتوضع عشان أصلي الضحى أعطاهم آية قال فسروها قبل ما أجي بس يقول الشيخ راح دخل دورة المياه الله يكرمكم ثم توضأ ثم صلى الضحى ورجع وإحنا ما يعني لسه ما جبنا آيتين فقال هذا الوقت كله ما سويت شو قال والله ما قدرنا لسه ما يعني نبغى نستحضر بس الآيات اللي فسألوه قالوا كيف قال أقسم بالله العظيم أني في بعض الأحيان يعني أستغفر الله قبل أن أبدأ ثم أبدأ فيفتح الله عز وجل علي فتوح أنا أستغرب منها سبحان الله لا أدري كيف أتذكر الآيات يقول يفتح الله عز وجل علي فتوح بالاستغفار يعني بغض النظر عن يعني أنه هو ما شاء الله تبارك الله ربما يرتب أو شيء لكن سبحان فتح من الله عز وجل الدكتور عبد الله الغفيلي اللي في الفقه يقول لي أعرف واحد وأنا ظنيت أني أعرفه هو ما سماه لي بس راح على بالي قال لي سبحان الله رغم أنه في نفس سنة قال لي موفق في الكتابة في التأليف يوفق بين مواقع التواصل بين الظهور في القنوات بين محاضراته في الجامعة ترتيب في الترتيب قال مسكته مرة قال قلت له أعطينا السر أعطينا الخلطة تدري غالبا الناس ما يحب يتكلم بمثل هذه الأمور قال ما أذكر إلا أني أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله وجدت يعني لقول لا حول ولا قوة إلا بالله والإكثار منها يعني عجب في بركة الوقت والقدرة على حمل الأثقال وذكرها ابن القيم يعني لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لأنك تفوض الأمر إلى الله أنا يا رب ما أستطيع تحول من حال إلى حال إلا بقوتك فيقول لقى عجب في وقته في بركة التأليف في الجمع قال يعني عمر ما يكفي لأن يسوي هذه الأشياء قال لكن إكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله صنعت معه الفارق تجد والله كثير من الناس زي كذا استفسار بس سؤال هل ورد عن شيخ الإسلام تيمية أنه كان بين صلاة بين أذان الفجر والإقامة يردد يا حي القيوم برحمتك استغيث عافية والله أبو سلم قيل أن ابن القيم قال أني سألته لما قال يحيي الله بها قلبي سبحان الله هل العبارة هذه أنا لا أعرفه أنه لما كان يجلس من بعد صلاة الفجر إلى الإشراق ثم يبقى إلى طلوع الشمس ويصلي الضحى قال هذه غدوتي إن تركتها مات قلبي هذا اللي هذا أحد الأشخاص سأل الشيخ ابن عثيمين عن هذه الأفضة قال إنه ذكر ابن القيم أن عن شيخ الإسلام أنه يقول بين الفجر والإقامة بين الأذان والإقامة يا حي قيوم برحمتك الصغير وإنها سبب في إصلاح قلبي قال الشيخ ابن عثيمين لم يرد الحديث لكن لعل شيخ الإسلام التجربة شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة.